إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في يوم تاريخي، وكنا نستمع لحجة ومزاعم إسرائيل أمام هذه المحكمة. من أبرز ما جاء على لسان ممثل إسرائيل وجيش الاحتلال في هذه المحاكمة أمام محكمة العدل الدولية والتي كانت تستمع للفريق الإسرائيلي بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال وارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. تطرق إلى بعض التفاصيل وبعض التصريحات، من ضمن هذه التصريحات هو دعوى جنوب إفريقيا قدمت صورة على حد قوله مشوهة ومغلوطة عن الأحداث، وأيضا تطرق أن إسرائيل ما زالت لديها الحق في اتخاذ كل الإجراءات للدفاع عن مواطنيها وتأمين خروج محتجزيها. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لاهاي مراسل القاهرة الإخبارية أبو بكر بشير. أبو بكر، بداية يعني هذه الجلسة ويوم تاريخي ومثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لاتهامات بالإبادة الجماعية، كيف تبدو الأصداء الآن لديك؟ الأوضاع، فلنبدأ من خارج المحكمة. هناك احتشاد لعدة مئات من الداعمين للقضية الفلسطينية أمام المحكمة، يرفعون الأعلام الفلسطينية ويلبسون الكوفية الفلسطينية ويهتفون لفلسطين، وهناك طبعا شاشات عرض موجودة في الخارج حتى يتمكن المحتشدون من متابعة يعني محاولة إسرائيل الدفاع عن نفسها. هذا فيما يخص الخارج. هنا الأجواء يعني دافئة جدا ومشتعلة، دعنا نقول ليست دافئة. في الداخل تحاول إسرائيل كما توقع الجميع، بداية قامت بالتشكيك برواية جنوب إفريقيا ومهاجمتها، وقالت أن جنوب إفريقيا تقدم رواية مغلوطة ومشوهة وغير حقيقية إلى المحكمة، وأكدت عادت مرة أخرى للعب بورقة الضحية ورواية المظلومية، وأكدت أن إسرائيل كانت ضحية أحداثها 7 أكتوبر وأنها اضطرت، هكذا قال، للرد على هذه الهجمات، وأنها طبعا هي جيشها يقوم بكل يلتزم بكل المعايير الدولية في الحروب، وقال أن جيش إسرائيل يحاول التجنب الإيذاء المدنيين. ركز كثيرا واستعرض كثيرا من تفاصيل 7 أكتوبر، وتحدث مرة أخرى عن عمليات اغتصاب النساء، لكنه كسابقه من المسؤولين الإسرائيليين والغربيين لم يأتي بأدلة على هذا الحدث، وفقط قال أن أحد الشهود ذكر هذه الرواية إلى في أحد مراكز الشرطة. إذن استمرت إسرائيل في سرد روايتها التي هي مبنية على روايتها المظلومية. قال أن حماس تريد تدمير إسرائيل، وأن ميثاق حماس والمنظمات الفلسطينية تحدث عن قتل اليهود وتدمير الفلسطينيين، واتهم جنوب إفريقيا بأن لها علاقات مع حماس والمنظمات الفلسطينية. إذن الدفاع الإسرائيلي مبني أولا على التشكيك في جنوب إفريقيا بصفتها دولة الآن لها علاقات مع منظمة تقول إسرائيل أنها إرهابية، نفى صفة الاحتلال عن إسرائيل أو حاول ينفي ذلك بأن قال أن إسرائيل انسحبت من قطاع غزة، واعتبر ذلك قطعا للعلاقات على قطاع غزة، ولكنه لم يقل أن إسرائيل مستمرة في حصار قطاع غزة منذ 16 عاما وأكثر، وأنها تحتل قطاع غزة بالقوانين الدولية. إذن حاول نسف رواية جنوب إفريقيا والتشكيك فيها، وحاول أن يقول أن بلاده تلتزم بالمعايير الأخلاقية. استعرض مثلا أحد المقاطع، قال أنها كانت بثت في يوم 7 أكتوبر لأحد المقاتلين، قال أنه من حماس وهو يتواصل هاتفيا مع والديه في قطاع غزة ويقول لهم أنه يعني سعيد بقتل اليهود، ثم جاء بتصريح نسبه أو قال أنه لغازي حمد القيادي في حماس وهو يتحدث عن كارثية هجمة 7 أكتوبر. إذا حاول أن يشكك في الرواية الفلسطينية، قال أن أعداد الضحايا المدنيين أو الشهداء في الجانب الفلسطيني مصدرها حركة حماس، وهو بذلك يحاول التشكيك في هذه الأرقام ومصدرها، وهو هنا يلعب على الوتر الذي لعب عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقا عندما شكك في مصادر حماس، رغم أنه طبعا حتى المسؤول الإسرائيلي لم يقل أن مصادر دولية كثيرة ومتعددة أقرت فيما بعد بدقة التقديرات القادمة من غزة لأعداد الشهداء والجرحى. ينسى إذن المسؤول الإسرائيلي وهو يحاول تبرير ذلك أنه لا يوجد مبرر في القوانين الدولية لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وعليه أن ينفي التهمة فقط، لذلك هو يحاول أن ينفيها عبر التشكيك في رافعها جنوب إفريقيا وفي حيثياتها، باعتبار أن ما حدث هو دفاع عن النفس، وأن إسرائيل اضطرت
إلى القيام بما قامت به من حرب، وأنها تحاول الالتزام بالمعايير الدولية في حماية المدنيين، وحمل مسؤولية الفصائل الفلسطينية وحماس وقوع الكثير من الضحايا، لأنه قال أنهم يختبئون بين المدنيين. أبو بكر، قبل استكمال هذه النقاط الهامة، وكان هناك العديد من القراءات تتحدث عن أن حجة إسرائيل ستكون حجة ضعيفة، ولكن من خلفك ربما هناك هتافات، لو ترصد لنا بعض هذه الهتافات وأيضا اللافتات المرفوعة. الحجة الإسرائيلية ضعيفة بكل تأكيد، هذا ما أكد عليه جميع الحقوقيون، لأنه أولا لا يوجد حجة ولا يوجد مبرر يسمح بالإبادة الجماعية، إما أنك ارتكبت إبادة جماعية أو لا، والآن تحاكم إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية. حتى المبررات التي يسوقها يعني الدفاع الإسرائيلي هي تؤخذ أكثر في جهة تبرير ما حدث، وهذا مرفوض شكلا ومضمونا من حيث المحكمة. الهتافات في الخارج هي مستمرة من قبل بداية الجلسة وحتى الآن، كلها تدعو بالحرية لفلسطين وبوقف الإبادة الجماعية. المحتشدون هنا يرفع يعني حتى بعضهم يلبس بعض الملابس الملطخة بالدماء، يقولون أنها يعني تمثل ضحايا الفلسطينيين. البعض كان يرفع صورا لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ويتهمونه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وبأنه مجرم حرب. الكوفية الفلسطينية والعلم الفلسطيني يسيطران على المشهد. إذن هناك حالة دعم، هناك هتافات داعمة لفلسطين، وكان كلما يعني يأتي المسؤول الإسرائيلي بتصريح يراه الحاضرون هنا المجتمعون في الخارج أنه يعني يندرج في إطار الأكاذيب، كانوا يحتفون ضده ويرفعون أصواتهم. إذن هناك إجماع في الخارج على الأقل في هذه المنطقة وفي محيط المحكمة، حضور قوي للداعمين لفلسطين من الفلسطينيين ومن غير الفلسطينيين منذ ساعات الصباح حتى من قبل أن تبدأ جلسة الاستماع، وهناك حضور الآن متزايد. نحن في استمرار يصل أعداد متزايدة من هؤلاء المحتشدين إلى أمام المحكمة وإلى محيطها. الهتافات متزايدة كلها لحرية الفلسطيني من النار كبيرة إلى البحر. سنذهب بهذه النقطة إلى ضيفي بعد قليل، ولكن بالطبع سنعود إليك بعد قليل أيضا، مراسل القاهرة الإخبارية أبو بكر بشير، شكرا جزيلا لك. والآن للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من نابلس الدكتور رائد أبو بدوية، أستاذ القانون الدولي. دكتور، أنا سأخذ من كلام مراسل القاهرة الإخبارية، هناك حشد كبير من وراء مراسل القاهرة أبو بكر كما كنت تتابع، وداعمين للقضية الفلسطينية ومحللين حتى الآن يروا أن حجة وحديث إسرائيل في الدفاع عن نفسها هو حديث وحجة ضعيفة، كيف تبعت؟ أنا تابعت الممثل الإسرائيلي أو المحامي الذي يمثل الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أربع نقاط أساسية. النقطة الأولى هو يستخدم العواطف ويستعطف المحكمة عبر الحديث عن الهولوكوست وعبر الحديث لاحقا عن الضحايا 7 أكتوبر. أعتقد هو حاول يلعب على الوتر العاطفي كثير، وهذا الوتر يعني غير مؤثر حقيقة من الناحية القانونية في القضايا اللي مثل هذه القضية، هذا أولا. ثانيا، حاول يشكك في نوايا جنوب أفريقيا لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة عبر الادعاء بوجود علاقة ما بين جنوب أفريقيا وما بين حماس، وأعتقد هذا نقطة يعني مثيرة للانتباه، خاصة أنه حكى أنه في هناك وفد من حماس زار جنوب أفريقيا، وهناك علاقة ما بين دولة جنوب أفريقيا وما بين حركة حماس. هذا على أساس يشكك في نوايا جنوب أفريقيا في رفع هذه القضية، على أساس أنه وكأنه جنوب أفريقيا ترفع هذه الدعوة من باب علاقتها ودعمها لحركة حماس وليس حماية للشعب الفلسطيني والسكان. لأي هدف أيضا يريد أو وصل إلى هذه النقطة؟ ما الأهداف الخفية وراء هذه النقطة؟ الهدف الخفي أنه إذا بحاول يثبت وجود علاقة سياسية ودعم سياسي ما بين جنوب أفريقيا وما بين حماس، هذا يعني أنه جنوب أفريقيا ستصبح أمام المحكمة غير محقة في أنه هدفها الدفاع عن السكان الفلسطينيين، أو هدفها
حماية السكان أو أقلية ما اللي هم الفلسطينيين من إبادة، يعني يسيس رفع هذه القضية، يسيسها. أنا بعتقد أيضا هذا الحكي مش كثير راح يأثر على المحكمة، لأنه ما بداش أي أدلة على ذلك. هذول الجانبين بعتقد هن ابتدأ فيهن المرافعة، ومن ثم انتقل لنقطتين قانونيتين عادة كنا متوقعينهن سابقا أنه يستحضرهن، مسألة الدفاع عن النفس، والمسألة الأخرى أنه ادعى أنه حماس تستخدم السكان السكان كدروع بشرية. هذول نقطتين مهمتين بعتقد، وكنا متوقعين أنه إسرائيل ستستخدم هذه النقاط، لأنه فكرة الدفاع عن النفس طبعا، وهذه الحجة ضعيفة أصلا، لأنه أصلا هناك في، وهي حجة تستخدمها إسرائيل منذ بداية الحرب. صحيح، ولكن الموقف القانوني في فكرة الدفاع عن النفس موقف ضعيف لسببين. السبب الأول أنه الرأي الاستشاري اللي صدر من محكمة العدل الدولية سابقا في بخصوص الجدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، أشار هذا الرأي أنه فكرة لا يمكن لسلطة الاحتلال أو موقفها ضعيف في استخدام حجة الدفاع عن النفس كونها سلطة محتلة أصلا. ولكن هذا موضوع جدلي، على القليل في سابقة تضعف الرأي الإسرائيلي سابقة من محكمة العدل الدولي نفسها، هذا من جانب. ومن جانب آخر، حتى لو سلمنا جدلا بفكرة الدفاع عن النفس، الدفاع عن النفس لا يجيز لقوات الاحتلال ارتكاب الإبادة الجماعية واستهداف السكان. يعني هذا الموضوع على الجهتين، سواء سلمت المحكمة في حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها فهذا لا يجيز لها أصلا أن تقوم بهذه الجرائم المرتكبة. فأعتقد أنه هذه الحجة شوي برضو راح تكون ضعيفة جدا، وخصوصا أيضا في هذه النقطة لو تسمح لي دكتور، أن أيضا الدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وهي أكثر من 80 صفحة، هي فيها اتهامات واضحة بشأن تعمد قتل الفلسطينيين والتسبب في أذى نفسي وجسدي، فرض حصار شامل على القطاع. أيضا كيف نقرأ حيثيات الدعوة على إدانة إسرائيل من الناحية القانونية؟ هلا جنوب افريقيا ابدعت في لائحه الدعوه المقدمه، ابدعت من جانبين. الجانب الاول انه اعتمدت على تقارير دوليه، مؤسسات امميه ومؤسسات اهليه انجيوز يعني عالميه موثوقه، وابعدت الاعتماد عن الادله من الفلسطينيين، وهذا منيح جدا، لانه هذا يعني انه المحكمه مش راح تشكك في حياديه هذه التقارير. التقارير هي أممية من الأمم المتحدة، من وكالاتها، من أجهزتها، ومن منظمات دولية أهلية أيضا موثوقة فيها عالميا، ليست كلها يعني على الإطلاق فيش ولا مؤسسة تقريبا فلسطينية. فهذه كل التقارير تتحدث عن الجرائم وحجم الجرائم والاستهداف المقصود للمدنيين، ليس ضمن فكرة الدفاع عن النفس. الدفاع عن النفس أنا بتفهمه إن إذا بتضرب قوات مسلحة، ولكن لا نتفهم الدفاع عن النفس في أنك تستهدف المدنيين وتهجيرهم ومساكنهم وأعيانهم المدنية، ومش بس هيك، حتى أنت منعت عنهم الاحتياجات الأساسية، الماء والكهرباء والمواد الغذائية، وواضح أنك أنت قاصد تدمير هذه الجماعة الإثنية، سواء تدمير كلي أو تدمير جزئي. الإشي الثاني أيضا اللي أبدعت فيه جنوب إفريقيا في لائحة الدعوة تبعتها كمان، اللي هو فكرة أثبتت النية المبيتة المقصودة لدى الاحتلال في هذا التدمير عبر تصريحات المستويين، تصريحات مسؤولين سياسيين إسرائيليين وعبر تصريحات عسكريين إسرائيليين. وكل هذه التصريحات تشير بشكل واضح لا لبس فيه إنه كان هناك أثناء العمليات العسكرية وما زال هناك نوايا إسرائيلية مقصودة في فكرة التدمير الكلي أو الجزئي للسكان الفلسطينيين. وأعتقد أنه إسرائيل ستهتم أيضا، ورح ننتظر لحين ما نشوف هذا الممثل الدولة إسرائيل وهو يتكلم اليوم، أعتقد ستهتم بفكرة أنه تدعي أنه هذه التصريحات أخرجت من سياقاتها. أعتقد هذا اللي رح يعمله ممثل هذا الكيان اليوم أمام المحكمة، أنه يقنع المحكمة بأنه التصريحات السياسية والعسكرية من المسؤولين الإسرائيليين أخرجت من سياقها بهدف
هدفه من ذلك أنه يبعد فكرة القصد الجرمي والنية الجرمية المقصودة لهذا التدمير الجزئي والكلي اللي أشارت إليه جريمة اتفاقية المنع الإبادة. طيب دكتور رائد، ما المتوقع من نتائج هذه المحاكمة برأيك؟ أنا بميل غالبا حسب اللي شفته واللي قرأته من لائحة جنوب إفريقيا وحسب حججها القانونية، بميل أن المحكمة راح تؤمر بوقف العمليات العسكرية. هلأ ممكن تؤمر بشكل مؤقت لحين البت في الدعوة، طبعا مش اليوم راح تؤمر، هي محتاجة بعض الوقت. في قضايا سابقة في محكمة العدل استغرقت 8 أيام، أقل قضية استغرقت 8 أيام لحين صدور القرار بعد المرافعات، وفي قضايا استغرقت ماكسيموم 40 يوم. هسا احنا منعرفش، أنا بعتقد هي أصلا من أول ما رفعت جنوب أفريقيا الدعوة على طول عقدت الجلسات الاستماع، وهذا يعني أنه ياخذ الموضوع على وجه السرعة، فأنا بعتقد أنه ممكن يكون سريعة في اتخاذ قرار. وإلى أي مدى ستكون ملزمة؟ لأنه دائما الحديث عن آلية تطبيق أي ما كان القرار. هلأ خلينا نحكي لك على القرار. القرار ممكن يكون وقف العمليات العسكرية، وممكن أيضا يشتمل على فكرة إجبار إسرائيل في إدخال مساعدات إنسانية وتجنب المدنيين وطبية وما إلى ذلك. هذا جانب. الجانب الثاني أنه مدى إلزامية هذا القرار من الناحية النظرية، قرارات محكمة العدل الدولية هي قرارات ملزمة. أنا لا أتحدث عن الآراء الاستشارية، الآراء الاستشارية موضوع آخر من قبل المحكمة، ولكن قراراتها من الناحية القانونية هي ملزمة. هلأ السؤال، ما هي آليات الإلزام؟ للأسف الشديد ميثاق الأمم المتحدة لم يشير إلى آلية إلا آلية إلزام واحدة، اللي هي إنه جنوب أفريقيا إذا امتنعت إسرائيل عن تنفيذ القرار أن تذهب إلى مجلس الأمن وتطلب من مجلس الأمن أن يصدر قرار بإلزام إسرائيل في الالتزام بقرار المحكمة. هلأ أنا شخصيا صحيح هذا ممكن يسبب حرج لأمريكا، وأكيد راح يسبب حرج لأمريكا في هذه الحالة، بس أنا بتوقع من الجانب الإسرائيلي شغلتين، يا إما إنه يرفض التنفيذ، ويا إما إنه يتحايل على التنفيذ، بمعنى أنه يحاول يخفف من حملته العسكرية، يحاول يدخل مساعدات إنسانية بحجة أنه هينا نفذنا مضمون القرار، وهذا تحايل رح يصير ورح نشوف الأيام القادمة. ولكن إذا امتنعت وتوجهت جنوب إفريقيا إلى مجلس الأمن، فهنا الحرج السياسي رح يكون أمام الولايات المتحدة الأمريكية. هل أمريكا رح تستخدم الفيتو أم لا؟ ألا ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ربما تتخوف من اتهامات تطال أمريكا أمام محكمة العدل أيضا بصفاتها داعم أبرز وكبير لإسرائيل في هذه الحرب؟ صحيح هذا ممكن لاحقا، ولكن أنا بعتقد كانت خطوة ذكية من جنوب إفريقيا إنها لم تتهم أو لم تشير إلى الولايات المتحدة الأمريكية حسب المادة 3 من اتفاقية منع الإبادة، اللي هي التواطؤ والمشاركة، خاصة إذا 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 نصب العداء في المحكمة إلى إسرائيل وأمريكا من جانب آخر، أعتقد هذا راح يضعف فكرة التنفيذ لاحقا. ولكن مستقبلا ممكن التوجه لمحاكمة الأمريكان بموضوع تزويد إسرائيل بالأسلحة والغطاء السياسي والغطاء القانوني وما إلى ذلك اللي زودته لإسرائيل أثناء العدوان على قطاع غزة. ولكن خليني أحكي لك شغلة، أنا بتوقعش كثير أنه أمريكا ممكن تستخدم الفيتو. هسا ممكن، ومن ناحية نظرية ممكن، وأعتقد أنه في هناك احتمال لاستخدام الفيتو، ولكن أن تستخدم الفيتو في صدد عدم تنفيذ إسرائيل لقرار أعلى هيئة قضائية، أعتقد أنه هذا موقف محرج جدا. يعني دكتور دعنا نقف عند هذه النقطة لمزيد من الفهم، هل برأيك أن هذه الخطوة ومثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية سيمنع أمريكا من استخدام حق الفيتو مرة أخرى في مجلس الأمن؟ أنا لا أتوقع أنها تستخدمه، هلا ممكن، ولكن لا أميل إلى فكرة أنها تستخدمه المرة القادمة، خاصة في موضوع تنفيذ قرار المحكمة لأسباب عديدة، أسباب سياسية. أولاً القرار هذا مش مسودة قرار من دولة ما، هذا تنفيذ قرار أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، فهو تنفيذ قرار سلطة قضائية، هذا من جانب. من جانب آخر لأسباب سياسية عديدة أيضاً، أولاً أمريكا مش رح تحط نفسها في عزلة دولية أكثر من حطت في نتيجة استخدام الفيتو سابقاً ونتيجة مواقفها طوال 3 شهور الماضية. من جانب آخر أنا بعتقد هناك الرأي العام الداخلي الأمريكي
فيما يتعلق في الاعتداء على قطاع غزة. حتى الإدارة الأمريكية وخطابها السياسي بعد 3 شهور من الاعتداء على غزة تغير نوعا ما وأصبح مقتنع بأنه هذه الحملة العسكرية، ولكن يختلف عن الأفعال، يعني التصريحات في جهة والأفعال في جهة أخرى. صحيح صحيح، أنا لا أقول أنه في تحول جوهري في الموقف الأمريكي، ولكن هناك في تحول نسبي في الخطاب السياسي الأمريكي فيما يتعلق في الاعتداء على غزة. تنسيش أنه أمريكا منحت إسرائيل وقت أكثر لسه من كافي لتحقيق أهدافها، إحنا بنحكي عن أكثر من 3 شهور تقريبا، وبالتالي لا أعتقد، وخاصة أنه في انتخابات أمريكية يعني السنة هذه، لا أعتقد أنه أمريكا أنها تستخدم الفيتو. هلأ ممكن تستخدمه ولكن لا أتوقع ذلك. هلأ السؤال اللي بيطرح نفسه، حتى لو أمريكا امتنعت عن التصويت ولم تستخدم الفيتو، هذا لا يجبر إسرائيل أيضا في تنفيذ القرار. أنا باعتقادي أهمية هذا القرار هي ليست أهمية قانونية إذا صدر من المحكمة، إنما تبعات هذا القرار اقتصاديا عسكريا سياسيا دبلوماسيا على الاحتلال، لأنه هذا القرار. طب داني أفهم هذه النقطة بشكل أوضح، يعني توقيت طرح الدعوة يأتي أيضا في لحظة تشهد ضغط دولي نوعا ما على إسرائيل للتراجع عن كل هذه الخطوات، برأيي كيف ستنعكس على شكل إسرائيل أمام المجتمع الدولي وأيضا داخليا؟ هذه الحكومة الإسرائيلية حكومة نتنياهو تواجه العديد من التخبط الآن سياسيا وعسكريا، كيف ينعكس؟ هذا الشيء المهم، يعني أهمية هذا القرار إن صدر من المحكمة هو ليس أهمية قانونية حقيقة، لأن المحكمة لا يوجد لها آليات لإنفاذه وتنفيذه على إسرائيل. أهمية هذا القرار، وهذا اللي مرعب إسرائيل أصلا، أهمية هذا القرار، تداعيات هذا القرار على شكل إسرائيل في المجتمع الدولي وما قد يترتب على هذا القرار من خطوات من المجتمع الدولي، من الجمعية العامة، من أجهزة المتحدة ومن الدول فرادة على العلاقة الدبلوماسية والسياسية والعسكرية والتجارية والاقتصادية كلها مع هذا الكيان. أنا بتوقع وسم دولة ما من هيئة أعلى هيئة قضائية إنها ارتكبت جريمة إبادة، هذا من شأنه أنه يحرك كثير من الدول في الجمعية العامة في إنها تحد من هذه العلاقات مع هذه الدول، تحد من نشاطها الدبلوماسي معها وتحد من علاقتها التجارية، وهذا ما تتخوف منه إسرائيل. ولكن أنا بتوقع حتى بعد صدور قرار هذا محتاج لجهود دبلوماسية فلسطينية عربية إسلامية ومن دول كثيرة في العالم. وهذه نقطة أيضا مهمة ولكن للأسف انتهى الوقت. كنت معنا من نابلس دكتور رائد أبو بدوية أستاذ القانون الدولي، شكرا على هذا التحليل. إذا مشاهدينا انتهت هذه الساعة من التغطية، ولكن على رأس الساعة نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة الإخبارية، فابقوا دائما معنا، إلى اللقاء.